بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الرحمن العزيزي معكم موقع CE4Arab وموقع XQ55.net. قدم اليوم أنواع الماركت لأجهزة أندرويد. يوجد مجموعة من الماركت لأجهزة أندرويد، ولكن الأساس هو برنامج ماركت. متواجد هذا البرنامج في أغلب الأجهزة إذا لم تكن جميعها. إذا كان هذا البرنامج غير موجود في جهازك، هذا يدل على أن الوكيل أو من اشتريت من هذا الجهاز لم يفعل الماركت، وأصبح الماركت هيدن، مخفي. طريقة تفعيل الماركت لأجهزة سامسونج مشروحة. الأجهزة الأخرى لها طرقها، ممكن أن تحصل عليها من الوكيل، ولو أنني لا أعتقد أنه سيعطيك طريقة تفعيل الماركت، ولكن توجد لدى الوكيل طريقة تفعيل الماركت لأجهزة الشرق الأوسط. أو تابع المنتديات الخاصة بجهازك أو الشركة الخاصة بجهازك لتفعيل الماركت. كل أجهزة أندرويد بدون استثناء يوجد فيها ماركت، حتى أجهزة تابلت مثل توشيبا اي سي لا يوجد فيه ماركت أساسي، ولكن يمكن تفعيل ماركت فيه. أي أنه غير ممكن أن نقول أن أجهزة أندرويد لا يوجد فيها ماركت. يوجد ماركت، ولكن الوكلاء هنا لا يفعلونه بسبب عملية الدفع وشركات الاتصال. نأتي إلى البرنامج ماركت. الشكل باللون الأخضر هو الشكل الجديد للماركت، الشكل القديم كان باللون الرمادي وبحجم أصغر. نأتي لهذا البرنامج. يعطي طبعا واجهة من الأعلى آخر البرامج أو البرامج التي دفعت إعلان للماركت، فتجدها في أعلى الماركت من الأعلى. أبس يوجد مجموعة All Application Box، وتصنيفات حسب من أنواع البرامج. إذا كان جهازك بالواجهة العربية ستجد هذه التصنيفات باللغة العربية، وطبعا إذا كان بالإنجليزية ستجدها باللغة الإنجليزية. نذهب إلى Games أيضا. جيمز مصنف وماي ابس. ماي ابس هي البرامج التي توجد الان في جهازك، او يعطيك خيار من اليمين للبرامج التي اشتريتها ولم تركبها، فهذا الخيار متواجد للاجهزه التي مفعل فيها الماركت الامريكي. قد شرحت في فيديو سابق كيف تفعل الماركت الامريكي. بالنسبه لابلانت، ابلانت تم ايقاف دعم البرامج المكسوره في ابلانت بسبب توجههم لموقع خاص بالشراء والبيع، يمكن من خلاله بيع برامج معينة لمطورين قد كسروا هذا البرنامج وليست برامجهم الأساسية، أو ممكن شراء سنة مثلا، حساب مدة سنة، ويعطيك كامل البرامج مكسورة من خلال هذا البرنامج. لن أشرح هذا الويب سايت حاليا، له مشاركة خاصة، ولكن اليوم سأشرح أبلانت. أبلانت تحديثه الحالي بطيء نسبيا، أي أنه قد تجد بعض البرامج في الماركت الأساسي أحدث من أبلانت، ولكن أبلانت يقدم كل البرامج مكسورة، وستجد من اليمين شعار الدولار أو على حسب الجنيه الاسترليني، اليورو، على حسب النسخة من اليمين، أي أن هذه النسخة تم شطب هذا السعر فيها. طبعا إذا ذهبت إلى داونلودز لن يفتح لك، عادة لن يفتح لك الداونلود بأجهزة جينجر بريد أو بعض النسخ القديمة، أي أن الآن ضغط على داونلود لا يوجد شيء. بالنسبة للأبس أيضا يوجد فيها التصنيف، هذا شكل الماركت القديم، هذا التصنيف. طبعا إذا كان جهازك بالواجهة العربية لن يعطيك الواجهة العربية، كون البرنامج لا يدعم اللغة العربية، فقط الماركت الأساسي يدعم اللغة العربية. نذهب لسام SAM سلايد سام 4.1، هي آخر نسخة حاليا. اضغط على هذا البرنامج. البرنامج هذا يقدم تحديثات مباشرة ويعطي تصنيفات. إذا كان جهازك بالواجهة العربية سيعطيك خيارات بالواجهة العربية، يعطيك خيارات عربية. هنا ممكن البحث، يوجد بعض البرامج هنا غير متواجدة في الماركت الأساسي. لماذا؟ لأن المطورين لن يضعوها هناك، لأنها لا تناسب شروط الماركت الأصلي، مثل برنامج كوادرانت البروفيشنال أو أدفانس، تجده فقط من خلال سلايدت هنا. وايضا البرامج هنا باسعار غير محدوده، يعني الماركت العادي يحدد سعر اعتقد $100 لبعض البرامج، اذا كانت اب يعني تطبيق، اذا كانت برنامج ممكن ان تعطي سعر اكبر. لا يوجد شرط لاسعار البرامج في سام سلايدت هنا، فتجد برامج بسعر عالي وبرامج منخفضه وبرامج اصلا مسحوبه من الماركت العادي ويتم بيعها هنا، لا اعلم لماذا. عموما هو مناسب لمن يريد بديل للماركت.
ممكن دخول موقعهم الرسمي سلايد مي، ادخل كلمة سلايد مي داخل جوجل وستجد هذا البرنامج، أو اكتب أندرويد سام ستجد هذا البرنامج. يوجد أيضا أب برين. أب برين هو برنامج يحتاج الماركت الأساسي، إذا كان ليس لديك ماركت أساسي لن تستطيع تشغيل أب برين. أب برين برنامج يجمع لك تحديثات التطبيقات، مثلا دخلت على موقعهم الأساسي وأضفت برنامج من هناك، مثل الماركت العادي، الماركت العادي يوجد له متصفح. فمثلا تريد عمل سينك، لديك مجموعة من البرامج وقد سجلت في هذا المكان، يجب عليك التسجيل، سجلت فيه. فكرة البرنامج الأساسية، هو طبعا يقدم كل البرامج، فكرة البرنامج الأساسية أنك تعمل سينك، تسجل وتعمل سينك، بفرض أنك عملت تحديث لجهازك، تعمل سينك هنا سيعطيك كل البرامج التي استخدمتها، فيمكن أن ترجعها من جديد إذا كنت قد نزلتها من الماركت الأصلي. يعني هذه أهم ميزة بهذا البرنامج، طبعا يعطيك هوت أبس وبعض الأمور الأخرى، ولكن أهم ميزة أنه يرجع أكثر البرامج أو كل البرامج التي نزلتها في السابق. بالنسبة لبرنامج أب سنتر، أب سنتر غير معتمد من الماركت العادي، بل أن كل البرامج غير معتمدة في الماركت العادي ما عدا أب برين. يعني أب بلانت غير معتمد في الماركت العادي ولن تجده، سام سلايدت لن تجده في الماركت العادي، أب سنتر لن تجده في الماركت العادي، وبلاك ماركت وأب برين ستجده. كان يوجد هناك برنامج باسم ماي ماركت، تم إلغائه بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتهاك حقوق الفيزا لبعض الأشخاص، أي أنه موقع غير آمن فتم إزالته من الماركت العادي. يوجد ماي ماركت ولكن ليس القديم، بل نسخة حديثة تتعلق بالمطورين لمتابعة برامجهم. بالنسبة لأب سنتر، أب سنتر يمكن أن يحدث ويعمل على التابلت، يمكن أن يعطيك خيارات التحديث، مثلا عند الذهاب من الأسفل ماي أبس يعطيك خيارات التحديث، go to app go no thanks، يعطيك خيارات التحديث من يمين، إذا كان هناك أي تحديث يعطيك update، يعني بديل جيد فقط للماركت، ولا يحتوي على 300 ألف برنامج مثل الماركت العادي، بل يحتوي على مجموعة جيدة من البرامج. بالنسبة لي بلاك ماركت يحتاج أن تسجل من خلال موقعهم، ولا يعتمدون على أي يوزر يمكن أن يسجل، أنك عند التسجيل في بلاك ماركت سيطلب منك صلاحية معينة، بل أحيانا يعطيك التسجيل في بعد يومين أو ثلاثة. عموما هو يكسر كل البرامج ويضعها في مكان واحد، ويعتمد فكرة البرنامج تعتمد على وجود ناس تكسر البرامج وتضعها هنا. عموما يوجد فيه برامج مكسورة وغير مكسورة، ويوجد فيه برامج قديمة، ويمكن أن تبحث هنا عن الماركت. يعني إذا نزلت بلاك ماركت ممكن أن تبحث عن أبلانت مثلا، سأعطي مثال، سأذهب لبحث وأكتب كلمة ماركت، لاحظ أعطاني أب برين وأعطاني بلاك ماركت وأعطاني أول خيار بابليك ماركت وهو ماركت سيء جدا. بالنسبة لي الخيارات في الأسفل، الخيارات في الأسفل ماركت أكسس وماركت إنيبلر وماركت أبس وبيد أبس بي أبس وماركت الأخير ماركت إنيبلر كودز. بما أننا دخلنا على الأخير، هذا البرنامج يعطي الكود الخاص بدولتك، من الأعلى من اليسار أوروبا، من اليمين، هذه عنصرية كبيرة من وضع اكس على علم أوروبا. عموما ستجد جميع الدول هنا، الكود الخاص بماركة دول معينة، مثلا الحصول على وطنية مثلا MTC أو غيرها، ستجد حروف، مثلا اضغط سلكت هنا، سلكت أول كوبي، الآن لديك الكود الخاص بالسعودية. عند الذهاب للماركت ماركت أكسس ستجد هنا كاستوم، ممكن وضع الدولة التي تريد هنا، أو اختيار بعض الدول التي يعني يعتمد عليها بشكل أساسي مثل تي موبايل، وقد شرحت كيف تعمل ماركت أكسس. عموما شرح من جديد، تضغط ضغطة على تي موبايل، ثم تحتاج روت طبعا، تفعل تضغط يس ثم يتم التفعيل. هذا بالنسبة لماركت أكسس. ماذا يفيدك ماركت أكسس؟ يفعل الماركت الأجنبي.
ماركت انيبلر نفس الوظيفة بالضبط، أي أنه يمكن الذهاب لتي موبايل والضغط ضغط مطول ثم اختيار seek this provider now، أي أعطي صلاحية ل يعني غش هذه الشبكة. بالنسبة لي برنامج أبديت هو نفس النتيجة أيضا، ولكن يعطيك تفصيل أكثر عن الشبكة، أي أن الشبكة الحالية هي شبكة أمريكا، ولكن تم عمل لينك من خلال الإنترنت من خلال زين. لاحظ، والإعدادات الصحيحة لتي موبايل هي تي موبايل، أي أنه لم تتمكن من عمل إنترنت إلا يدويا. سأشرح من جديد. عند الذهاب لسيتنج ثم إنترنت ثم الذهاب ل نتورك موبايل اكسس بوينت، لاحظ وجود تي موبايل في الاعلى. لماذا؟ لانني فعلت الماركت الامريكي، فيجب عمل ضبط للانترنت يدويا بسبب انك فعلت الماركت الامريكي. كثير من الاخوه يقعون في هذا الخطا، اي انه يفعل الماركت الامريكي ويجد ان الجهاز لا يعمل او لا يشبك انترنت، والسبب هو انك تحتاج ضبط يدوي عند تفعيل الماركت الامريكي، كانوا يعتمد شبكه امريكيه. عموما هذا شرح عن الماركت الموجود في اندرويد بشكل عام. اعتذر عن اخطاء بسبب طول الفيديو. لي لقاءات اخرى ان شاء الله مع العديد من برامج اندرويد.